انظر للأرقام، لا تصدقني، انظر فقط للأرقام توضح لك أين كنا وأين نحن اليوم، وانظر للأرقام في العام القادم توضح لك هذا الشيء. هذا الطموح ولاة الأمر إن شاء الله، وإن شاء الله أخبار طيبة تكون مفرحة لجميع المواطنين. هناك قفزات فلكية في الثلاث سنوات الماضية، وهذا الشيء بلا شك سوف يستمر، لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم.